الحديقة السرية. عرض الحديقة السرية على قناة سبيس تون عام 2004 على كوكب زمردة. لقي هذا العمل متابعة واسعة لأنه مأخوذ من رواية تتناول أدب الطفل. يحكي العمل قصة ماري التي عاشت مع أسرتها في الهند، فتاة مدللة لا تبالي بما يجري حولها. يتغير مجرى حياتها فجأة وتنتقل للعيش في إنجلترا في منزل عمها بعد وفاة والديها. تتبدل حياة ماري في بيت عمها وتكتشف حديقة داخل البيت مملوءة بالأسرار، وتصبح فتاة مختلفة عما كانت عليه في الهند. غيرت ماري من شراسة طبعها وتحولت إلى فتاة متعاونة ومحبة. فما أجمل أن نتخلى عن طباعنا السيئة ونصبح محبين للجميع ومتعاونين.